نروح لأخبارنا النهاردة. وطبعا حضراتكم عارفين أنه الفارق بين الماتشين، صلاح حط الجون الرابع دلوقتي، تاني أهدافه في مباراته في ديربي. على فكرة الماتش بتاع النهاردة في منتهى، مش بس منتهى القوة لأنه بيجمع بين فريقين كبار، لكن كمان بتتكلم على ديربي صلاح رونالدو. يعني احنا عشنا سنين طويلة جدا عايشين مع ديربي كريستيانو ميسي، احنا السنة دي بنبتدي ديربي جديد اسمه كريستيانو صلاح، وبالتالي دي واحدة من المواجهات المباشرة اللي بالتأكيد هتكون عنصر فصل في اختيار أفضل لاعب في العالم. المواجهات المباشرة، قدرة كل لاعب أنه يكون مؤثر مع فريقه. في الفترة اللي أنا تابعت فيها المباراة كان كريستيانو تقريبا غايب تماما، ملوش وجود، ما تحسش أنه ده كريستيانو رونالدو، وما تحسش بصراحة أنه ده مانشستر يونايتد أساسا، على الرغم أنه الفريق السنة دي بيملك تشكيلة في منتهى القوة. يعني كنت بتكلم مع الزملاء قبل الحلقة على طول، انك عندك خط هجوم ناري، سانشو مع راشفورد مع رونالدو مع كافاني، وراهم برونو فرنانديز. ده يعني دي تشكيله هجوميه مرعبه الحقيقه، ورغم كده سولشاير مش عارف يطلع من مكانه قماش لغايه النهارده. على كل احوال كل التوفيق لصلاح، وخلينا نتابع اخبار فرقتنا